سماحة الشيخ، شئت الآن في نجد بعض أنواع التي لا أحكم عليها هل هي شعوذة أم حقيقة جاءت عن الرسول، وهو انتشار بيع الماء في قوارير صحة، ويقولون إنه قرئ عليه القرآن وأن فيه شفاء بعد الله، ويبيعون أشياء أخرى وبأسعار خيالية، وأخذ الناس تصديق ذلك، فما حكمه؟ أنا بلغنا وبينا للأمير أن هذا يمنع من الرياض والغنم منذ أشهر، وبينا أنه يمنع يباع قوارير يدعم أنه قرئ فيها قرأ فيها بعض الناس حتى يعالج بها المرضى، قلنا هذا يمنع لأنه وسيلة إلى إدخالها كل واحد. ولكن أما كل المريض يقرأ عليه إنسان أو يقرأ في ماء لا بأس، إذا كان مما يظن فيه الخير يقرأ في ماء، الذي قرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس وصبه عليه هذا لا بأس، ثم يقرأ في ماء أو في طعام لطالب الشفاء من الله عز وجل وان هذا الاسلام مثل ما يقرا على المريض نفسه، وكان بره لا باس بها، لكن هذا يمنع لانه وسيله الى التساهل في الامور ويفعله كل واحد. يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للنوع هذا من العزائم يكتبونه بزعفران الضر يبيع. لا هذا هو النمع، قلنا في السوق موجود الآن حاليا. لا حظ.